بيك هلو واهلا وسهلا فيكم برنامجي بيك لايف. ما حدا منا بحب المقدمات الطويله، لهيك رح احاول اختصر مع انه اليوم الاختصار رح يكون شوي صعب. مثال وايقونه واعلاميه مبدعه ومثقفه ولامعه ومتالقه. لامعه ومتالقه بنكون عم ناخذ وقت وما عم نعطيك حقك. باختصار ريا ابي راشد والاسم يتكلم، واذا كان مبين ساوند وي ساوندينج كليشي. ريا ابي راشد نورتينا. ميرسي هبا. ريا حلوه الجاكيت تبعتي. ميرسي مقدمه. فينا نقول الاسم؟ هيدا برنامجك انت بتقولي. جوزيف ميرسي لإلك. وميرسي لانك خليتني اسمع مايرو تبع لندن. تبع جوزيف ميرسي لإلك، وميرسي انك خليتني اسمع اجمل كومنت بعلقه بسام على جاكيتي. استاذ جوزيف. استاذ جوزيف. ريا شهاده الايرينجز، اي لايك ذا ايرينجز. مقدمين كمان، ذيس از ماي اون. ما كمان فينا نقول الاسم، اليوم حنقضيها اليوم كله دعايات، ما كله على الانستغرام بيروح الانستغرام. ريا غمرتيني بلطفك، مفروض انا اللي اتشكرك، مفروض انا اللي جاملك بمجاملات حقيقيه، بس انا بعرف قديش انت ما بتحبي المجاملات وخصوصا السطحيه منها، ولكن بعض الامرار والاوقات الواحد بيشعر انه لازم يقول شيء اللي بحسه. انا عم اقول لك اليوم شرف كثير لإلي اني اكون معك. ميرسي. انا كمان ريا ام gonna shoot it straight. في صبايا كتير they definitely look up you وبيتمنوا يكونوا مثلك أو يتعلموا أو يخوضوا كل التجارب اللي حضرتك خضتيها. اليوم في صبايا كتير ما عندهم المقدرة المادية وظروفهم الاجتماعية ما بتسمح لهم، ولكن عندهم الشغف. فهل شهادة بدون شغف أو شغف بدون شهادة وليش؟ شهادة جامعية؟ نعم. وهذا الشيء أنا عم بحكي لازم الواحد يلاقي الطرق المتوفره، يعني في اولويات بالحياه. الدراسه الجامعيه مهمه جدا بالستركتشر بالحياه المهنيه يلي الواحد لازم يعمله. ما لازم الواحد يتجنب الحياه الجامعيه لانه هيدي يلي بتوصلك لتكوني بالاعلام صحفيه كويسه، عندها الخلفيه الباك جراوند المناسب لنكون بهالمجال. ريا كنا عم نحكي عن الشغف بدون شهاده او شهاده بدون شغف، وليش؟ ليش لازم يكون شغف بدون شهادة أو شهادة بدون شغف؟ لازم يكون ذكرنا. في شغف وشهادة. هل الشغف لوحده بيوصل؟ إذا أثقل مؤخراً إنه شو يعني الواحد قاعد عنده شغف ما بيعمل شيء؟ لا، الشغف والشهادة والاجتهاد والمثابرة والشغل مثل ما ذكرنا سريع، في صبايا كتير ما بيقدروا، حالتهم المادية ما بتسمح لهم، ولكن أنا شخصياً بعرف كتير صبايا هلأ وبعمر متأخر عم يشتغلوا على حالهم، وأنا بهذا الشيء ما بعرف برأيك بتقدري هذا الشيء؟ sorry to interrupt، بس إنه أنا بس عملت دراسة الجامعية، أنا مولتها مش أهلي. جيت من باك جراوند اسهل من غيري طبعا، بس انا بس تركت لبنان تروح على بريطانيا. كنت اشتغلت صار لي 3 سنين بنفس وقت الجامعه، كنت عم بشتغل بنفس الوقت لحتى المصاري الكافي تقدر انا مول سفرتي. بقى مزبوط في كتير فتيات عندهم كتير صعوبات، بس انه بعتذر عم طول بهذا السؤال، بس في صبايا من هيدي الشريحه يتنمر عليهم كتير. يتنمر انه انتم مش متعلمين ومش رح توصلوا وتاخرتوا. شو بتقول ريا لصبايا؟ وانا عم حدد سوري صبايا لانه للاسف بمجتمعنا if it's extremely difficult on one side مع الدراسه، في غير عوامل، في غير شيء، بس لازم ينتروا ويكونوا patient ويبلشوا من البوتوم ويعرفوا انه الوحده منا بس presenter بالاول، بس بتبلش حياتك المهنية. في منهم بيعملوا قهوة، في منهم بيعملوا رانرز، في منهم بيكونوا اسيستنت لناس ديجا واصلين بالإعلام. هيدا الشيء اللي بحس أنا أنه الناس عادة ما بيفهموا، أنه ما بتبلش بالإعلام وبتصير نجمة إعلامية بعد 15 سنة. فيل 100%. ريا، the most awkward moment، مقابلتك مع جوليا روبرتس او اللي صار بينك وبين براد بيت؟ I would say the Brad Pitt one. اختلط بين السلام او البوسه؟ لا، it was not سلام with جوليا روبرتس. No, no, no. I mean, لبس اللي صار while you going to greet Pat. Yes, I would say it was Brad Pitt. Yeah, it's more awkward. Yes. Yeah.
اخر سؤال واكيد كرن راح يسالوكي، راح تبوسي جوزك مره ثانيه وتنزلي بوست؟ طبعا لازم كل زوجه تبوس جوزها على انستغرام اذا سعداء بحياتهم، يعني انه نو اي دونت سي واي يو نو يو شود لاي اباوت بينج هابي ان يور ماريج. سبايا لسن تو ذس، كنتوا ناطرين جواب. ريا شرفتيني، اول ذا بيست، ثانك يو سو ماتش جايز. كنتوا معي هبه احمد من برنامج بيج لايك.